إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى وأحسنوا، فإن الله يحب المحسنين، وتوبوا إلى الله جميعا فإنكم إليه راجعون. عباد الرحمن، إننا على أبواب استقبال أفضل عشر ليال، فشمروا سواعد الجد، فشهر رمضان أيام معدودات وينقضي، فما بالك بعشر ليال. فالمحروم من حرمه الله، والسعيد من وفقه الله لاغتنام الفرص. وتبدأ العشر الأواخر من رمضان ابتداء من ليلة 21، سواء كان الشهر 30 يوما أم كان 29 يوما. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فشد المئزر كناية عن اعتزال النساء والتشمير للعبادة، وإحياء الليل يكون بالعبادة. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان. ومن الأعمال الجليلة في هذه الأيام هو إيقاظ الأهل لأجل العبادة. فأفضل الأيام على الإطلاق أيام عشر الحجة، وأفضل الليالي على الإطلاق العشر الأواخر من رمضان، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام عشر ذي الحجة. ففيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، وفيها يوم التروية. وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة خير من ألف شهر. فقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقد أخبر سبحانه في سورة القدر أنها خير من ألف شهر، وأنه أنزل فيها قرآنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ليلة القدر منحصرة في رمضان، ثم في العشر الأخير منها، ثم في أوتاره، لا في ليلة منه بعينها. وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها. وفي الصحيحين البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبها. والمراد بقيام ليلة القدر الصلاة فيها. وللعبد في قيام ليلة القدر أربعة أحوال: الحال الأولى أن يقيم الليل كله، وهذا هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام في أوائل رمضان ثم تركه، فكان يقوم صلى الله عليه وسلم أكثر الليل حتى يخشى أصحابه أن يفوتهم الفلاح، يعني السحور. ويشرع للعبد أن يقوم ليلة القدر كلها إذا استطاع ذلك، ولكن هذا عزيز على الخلق. والحال الثانية أن يقوم أول الليل وآخرة، وهذا القيام هو الذي صار عليه الناس، لأن أكثر الناس يعجزون عن قيام أكثر الليل. ف
فله أن يقوم أوله في صلاة التراويح ويقوم آخره في صلاة التهجد، وكلا الصلاتين من قيام رمضان، فليستا صلاتين مختلفتين، وإنما فرق بينهما باعتبار ملاحظة حال الناس، وأنه لو حملوا على صلاة الليل كله لشق ذلك عليهم، فصاروا يصلون أول الليل وآخرة. وقد صح عن عمر رضي الله عنها أنه مر بالصحابة وهم يصلون أول الليل التراويح، فقال: والتي تنامون عنها بخير مما تصلون، يعني أن الذي يشهد الصلاة في آخر الليل أكمل حالا ممن يقتصر على الصلاة في أول الليل. الحال الثالثة فهي أن يقتصر على صلاة آخر الليل إذا عجز عن صلاة أوله لأن آخر الليل مشهود. الحال الرابعة أن يصلي أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي آخره. أما من لم يصلي لا أوله ولا آخره فذلك قد فاته العمل المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما هي إلا ليالي معدودات، هن عشر ليال كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وفيهن ليلة القدر. فينبغي أن يجتهد العبد اجتهادا كبيرا في عمارة هذه الليالي بالصلاة، فهو العمل الذي يشرع للعبد أن يستكثر منه وأن يجتهد فيها. وإذا ضم إلى ذلك أعمالا صالحة كقراءة القرآن وذكر الله تعالى والدعاء والصدقة فذلك زيادة في الأجر والثواب. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي سنن ابن ماجه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال صلى الله عليه وسلم: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأكثر من هذا الدعاء في هذه الليالي، عسى أن توافق ليلة القدر بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. واسمعوا قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، وهي وصية ربكم للأولين والآخرين. أيها المؤمنون، جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فسئل ابن عمر، قيل له: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل ركعتين. فالسنة في صفة قيام الليل أن تكون الصلاة طويلة وركعتين ركعتين، يستريح في كل 4 ركعات ولا يزيد عن 11 ركعة. لكن
لما شقت الصلاة بهذين الوصفين الطول والعدد على الصحابة اهتموا بالطول فزادوا في عدد الركعات حتى تبقى الصلاة طويلة. فمن صلى 11 ركعة مع الإمام فلا يترك الوتر فليوتر مع الإمام. فعن أبي ذر بسند صحيح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وإذا رجع إلى البيت وأحب أن يحيي ليلة فليصلي ما شاء مثنى مثنى ولا يعد صلاة الوتر. فالحذر الحذر من إضاعة هذه الليالي بالتسكع في الأسواق أو السمر مع الأصدقاء أو التفريط في مشاهدة وسائل الإعلام أو نحوها. وبعض الناس يظن أن قيام الليل ينتهي مع ليلة 27، فليالي العشر لا تنقضي إلا بثبوت رؤية هلال شوال أو اكتمال 30 يوما من رمضان. ولعل ليلة القدر تكون بعد 27، فاحذر أن تضيعها. واعلموا رحم الله وإياكم أن الله جل جلاله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وتم بملائكته، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وما تحب من سائر الأعمال. اللهم اجعلنا في رمضان من المتقبلين واختم لنا بالعتق من النيران. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم اسقنا شربة من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا شربة من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نسألك صلاحا في أنفسنا وصلاحا في أهلنا وصلاحا في أولادنا وصلاحا في علمائنا وصلاحا في ولاتنا، أنت أرحم الراحمين وأجود الأجودين. اللهم نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا واغسل حوبتنا واغفر زلتنا واقل عثرتنا يا ذا الجلال والاكرام. عباد الرحمن، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم النعم يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.